حياكم الله معنا في حلقه جديده من برنامج رادار طارق. لا اسوي معنا عشان يوقفون موسيقى عشان يشغلون مايك سوالف كذا فنيه عشان الكرين يرجع مكانه، لان المخرج موتره فرحان الايام دي ويطالب برئيس تحرير جديد. صحيح، شكرا. لان اليوم حلقاتنا مسلسل، اليوم حلقتنا مسلسلنا اليوم وكله عن قوه، فالشباب صار بينهم تنافس على القوه، كل واحد يقول انا اقوى منك، لكن بدري عليك انت وياه. انا اتمنى انكم تروحون تشوفون البرومو حق مسلسل محمد رمضان تعلمون من اسمه زلزال. اكثر حد حبيته في حياتي اللي يكسرها ميته كانه كسرها حي. اوعى تخاف. انتم تركضون في السيب تلهثون توصلون لدار المكتب الا انكم كل واحد. شوف الرجال يطبطب فوق ذا التوك توك من هنا لبكره، توك توك ورا توك توك، اموره طيبه. بس احنا خلينا نربط المسلسل، ندخل مسلسل. احنا متعودين على محمد رمضان وكل الاكشن عنده، كل لعب الاكشن عنده، كل الاشياء يركزون في الاكشن يتركون الباقي كله. اهم شيء التفجير تكسير ذا ويتركون التفاصيل. خلينا نشوف المسلسل من بدايته. ابو محمد رمضان اللي في المسلسل ابوه الاول القوي الاول. اي والله سواه الغربه نحلت وبر الواحد. بتمرض بقالك كتير يعني. هو ابوه كان يشتغل في الخليج بدون انا ما اشوف، لان عام 92 كانت هبه موضه فرد الشعر. كل العام شلون قال كذا، اذا نشف الجل قالت كذا يا بسد، لان كان واضح انه كان في الخليج. الاب هنا كان له شنب ما شاء الله وشعره مفروض. جاء الولد بعده. وانت من هنا من العياط؟ خليل بينا محمد حرب كرامه، ابن حرب كرامه الله يرحمه. حربي كبرت يا محمد. هو انت اللي طلعوك من تحت البيت نهار الزلزال؟ بالظبط. ترى لي انا قلت لكم في اشياء تشدني، مثلا ان ابوه اسمه حربي فاحس في ترابط، فلازم اتابع المسلسل وادقق زين. لا تحطون اي شيء في مسلسلاتكم، ممكن تقعد مشاهد مستشفيات دعس اسمع، لا تقربوني منها. فنبيش هذا الابن طبعا الاب هذاك، فعشان نوضح لكم الفكره نحط صورتين مع بعض. سبحان الله النسخه هلب. الفرق الشنب، ارجع شحط الصوره خلينا نركز شوي. الفرق القميص، هو الفرق القميص. يعني لو دققنا في المسلسل شوي طلع قميص ابوه وارثه، اما الشكل سبحان الله ما في اي تغيير. الفرد واللي ابوه لعبه في الخليج ولا لانه قاعد في مصر ما فرد. ترى يطلعون في ناس يطلعون شبه ابوهم كذا سبحان الله، توام تحس ان ولد ابوه توام. ما قد شفته انا بس فيه اكيد فيه. المسلسل اسمه زلزال، يعني جاهم زلزالهم وما كان يهز الا بيتهم هم، وما طاح الا بيتهم هم، ولا تأثر في ذا الزلزال الا بيتهم هم. يعني قصة العمل كذا، يعني الولد بيلقونه تحت الانقاض، فشلون نسمي مسلسلنا زلزال والزلزال يضرب بيت جيرانهم؟ لازم بيتهم، واذا طاح بيت جيرانهم ممكن في واحد ما يموت، لازم يطيح بيتهم الحالة. في الفيديو ترى ما في شيء يهز الا بيتهم. الزلزال سبحان الله ربي مسلطه على بيتهم لحالهم، بس يدق البيت ذا ويمشي كانه ضيف. في لي حد لسه حي تحت الردم، سمعاه بيقول اي، سمعاه بيقول اي من تحت الردم، والبيت واقع بقاله 3 ايام. عقليها يا حجه واكتب الله سمعاه يا بيه، واللي ليه عمر ونفس ما بيموتش. والله حتى انا نقد قاعد له 3 ايام تحت العصا ويقول اي. تخيلك 3 ايام تحت حصى، الحين انت نص ساعه تطيح هنا ما تقول اي واحده.
اي وتسكت ثلاث ساعات سبع ساعات يومين لان طلع ثلاث ايام ثم تقول اي ثانيه ثم سبحان الله حكمه حكمه من بدايه المسلسل فيه حكمه لان زلزال ضربتهم الحاله وولدهم يقول اي الحاله غريب لان قال انه مركز اكشن انا قال لكم انه مركزون في الاكشن التفاصيل ذي ما تهم لا اله الا الله بالراحه بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر يا مجد كريم يا رب اخرجت ايه ده ايه ده ايه ده نفس كل افلام الزلازل والبراكين سبحان الله طيح البيت كله ويطيح فوق الشباك ويجي البلك فوق الشباك ويشيلون بلكتين يطلع الشباك تحته شايفه في ست افلام امريكيه وفيلم فرنسي من التالي شايفه وفيلم ايطالي اي شيء بيت ينهد لازم ذا الخشبه تجيك سبحان الله خشبه تطيح ويجي تحتها والبلك فوقها يلا مو مشكله فاصل خلونا في الاكشن اليوم حياكم الله معنا بعد الفاصل وبنشوف نفس الكلام اكشن على رومانسيه طارت كروتي على رومانسيه المسلسلات البدويه لان هذا كله شيء جديد كذا اللي يشوفون الحب والمسلسلات دي ما في زي اصاله المسلسلات البدويه في الحب وفي الرومانسيه وطريقه الغزل اللي في اعمالهم هي الحياه انا ذبحته هذا مسلسل بدوي اسمه فتنة قلت لكم انا احب يعني احب اسوي فتنة بين الشباب هنا في الاستديو وخصوصا نعرض عروتانا برضو من الاشياء اللي خلتني اطيح فيه يعني استنى البرنامج حقنا فيجيني فتنة تخيلوا عاد فتابعت سبحان الله وانا بطبعي احب المقناص واحب البر واحب شغل البران مسلسل بدوي يطيح ترى انا ابوي لا نتابع الزير سالم في البيت ابى اطيح ابوي بفتنه ذا بس بعد رمضان ابوي يعتكف الله يحفظه طول عمره انا بشوف بجس نبض المسلسل بعدين بقول انا زين ابي نقد عليه يقول فرتان ذا خلق الشيخ مسك زين هذا بواك هو الخاسر هو الخاسر هو هذا نفس المشهد اللي اتفقنا عليه انا وفرحان مسعودي كيف نشخص لازم يستسلمون بدري كيف يعني تخيل اثنين على واحد وانا منسدح نايم ويجلدوني وانا نايم بسرك ما باجي اقول لك قم ترى بسرك ما تدري مسلسلات دويه لا اول لا شخصيه الرجل لازم يكون فارس واللي ما له في الامور ذي لا يتدخل في الامور من اول ايش رايكم بالمكان؟ زي بس ما انا شايف صيد وما خبرت وانا راعي مقناص ما خبرت اني اطلع ابى صيد القى الصيد قدامي تخيل راح تصيد ارانب وجالس والارانب تناقز ايش فائدتها؟ بحديقه حيوان احنا في قفص قاعدين ولا الطيور كلها فوق راسك واقفه وين اللي كان يقعد جحر يستنى الأوبر يطلع وذا والداب بيمر من فوق البندق سوال بدو كنا نسمعها شيبان يقولون الداب بيمر ويجون فوق عشان لا يتحرك عشان أوبر ها هذا يخربون التاريخ علينا والأول كان الصيد وفير لأن ما في جائر صيد جائر يمكن الزمن يتغير
من أنت؟ عابر سبيل. حظها الزين جابها إياها. دامك عابر سبيل الله ييسر دربك. شيخة بنت شيوخ، وأنا أدري إني لو قدمت خطوة تربحيني. متشارك. أنت؟ ما قلت لك حظي الزين جابني الآن. والله إني أصدق إن عكازي ذا يطلق والبندق اللي معها ما يطلق. أنا مصدي طبعاً. دي حركات المخرج. حط عكازك ارفع عكازك. شغلنا الناس بذا الرجل. من أنت يا ابن أجواء سيلفر؟ معي عكازي. لا هذه المسلسلات الدوية والرجال رجله مقطوعة ويحارب ثلاث أيام. كل واحد يدخل ست أيام بدون رقبة، يذبح له سبعة ويطلع دور رقبته، ونجيبين العكاز. ما يعرفون، ما يعرفون في الأمور ذي الشباب. والله خلكم في المسلسلات التالي هذه يسمونها عذراء وما عذراء وذي. مسلسلات الدوية خلوها لي. العام كنت أتابع نوف، السنة ذي أتابع ذا. شوفوا كيف ما يغطس الرجال، جلد ذاك وضبط الأمور، بعدين اختفى له يومين ثم لحقها عند الغدير. كلها ترى نفس القصص، لحقها عند الغدير. ولازم انك تكون متلطم وعقالك يضحك عشان الهيبه، عشان النظره الاولى ترى اهم من باقي السؤال. وكيف تغري البنت بالامكانيات اللي عندك. زين انا لزوم اروح قبل لا يجن الحطبات. وانا حزمت لك الحطب. محطب عني بعد. أنا حوم الدنيا كلها، واضح أنا صخور الجبال لجل شوفت شي غالي. شوف كيف عيد ميلادي هدية، وعيد ميلادي مدري وش حزمة حطب. الرجال جاهز بحزمته. يعني هذا 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 ببساطة. سوارة كارتيس اللي مدري وش، وابي ساعة وجيب مدري وش، وذهب ومهر لاخوها وعمها وجدها وذا. والرجال زالق على البنت بحزمه حطب وهي فاقه مع حزمه حطب. وين وين النوعيه ذي؟ محل الرحلات اللي عند بيتنا لا خم الحطب اللي فيه كله، لا حملها في سيارتي، سياره العيال كلها كلها رايحين بيتهم بحطبنا نشبه في الحوش شب. الحمد لله عندها كل المعلمات تشتري. اسمع الشاص، وشو الشاص بكم؟ ب3000. الفل حطب، حطب 3000 ريال. تحرق فيها ولا سنة. راحت راحت ذيك الأيام. الله يعيدها، الله يعيدها. كسر ذا الخشب حق الديكور كله ودي لهم. ما جاهز لك؟ طيب أوكي فاصل. حياكم الله معنا بعد الفاصل. واليوم ضيفنا تعرفونه باسمه أكثر من شكله. ضيف راعي محارش، راعي مشاكل في تويتر، ياسر الشمري. يا هلا والله، يا نورنا والله. يا بس عبد الرحيم حارش الاخر تبنا خلاص 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 تغير الوضع كبرنا. طبعا انت مغرد ساخر مدل مصور تقريبا، بس متشتت بينهن قبل سنين. ايه فشفت اللي ما حذفته، يعني موديل اللي ما موديل حذفته. ايه ايه طير موديل. ايه التصوير بالجوال الحين خلاص ما عاد به كاميرات، هو كل العالم مصورين، كل العالم الحين كل موضة. هي ما هي بموضة بس عاد انه في ناس. طيب والذب حق تويتر محارش خلق الله؟ محارش خلق الله هذا اللي يستاهل يستاهل، مثل برنامج مثلا طارق. ايه اللي يستاهل ما حرشتونه احنا. لا لا اقصد برنامجك انت. ايه ما يجي جلد الا والله يجي في ناس خلاص. لا مو ناس، على المواضيع على. ايه القضايا يعني مؤيد مؤيد اكيد. طيب
استانس ترى الجلد سم استانس والله تستانس ايه الادرينالين مش اسمه هذا الادرينالين ايوه هذا هو طيب خلينا نشوف فيديو الاول هذا الفيديو هو اللي ضرب عندك ايام البيبي ام ايه برودكاست ما برودكاست هذا ماني مؤيد الفيديو هذا ابدا لانه كنا راح الريدسي انا وجدة طبعا احنا ادرس بجدة كنت وثبتت الكاميرا ما دخلونا ايام ما تدخلوا ما ادري ايش عزوب فما دخلونا احنا راجعين من الكاميرا حطيتها عاد انا اذا طفشت اعطيها هذه وصورت حلو رجعنا للاستراحه احنا خمسه وسته شباب مع بعض واحد من الشباب شاف المقطع جاز له وضحك عليه نمت انا نزله بقناته يوتيوب ما عنده احد صحيت من النوم مكالمات وعالم وحريقه وحريقه طيب بس انت ترى لكن لو هو بيدي ما انشره طيب وقتها انت ادهرت في يعني كان ملعبك البلاك بيري انت بدايه بلاك بيري كان شغل تصاميم لا صورك ايه صور صورك تصاميم وما ادري خلنا ورونا الصور خلنا نشوف صورك لا تكثر الاجواء حلو هذه من الصور اللي كانت ايام البلاك بيري هذه في كثير صور في كثير صور لك كانت تصاميم طب وين راح ذا الوجه الحين يسمونها يسمونها بعدين ترى انا قلت حائل من جد الحائل لا خلاص او من تعريه يعني التصحر اي اكيد ولا ايام ذي فلاتر خلنا الصراحه انا وانت شوف انا ما اقول لك انا اللي اشتغل عليه هنا وما ادري ايش انا كنت اصور وبس اصور يعني تقريبا ما حتى هذيك الايام ما اعرف التعديل ولا دخلت بالتصوير كنت كموديل بس يعني موديل للشباب يصورون وعقبها استنست كنت اصور نفسي لكن كتعديل ما ولا صوره من اللي عرفت ولا اللي معدلها تمصد اللي اخذت بلاك بير وقلت صورتك وانت قايل كذا هذيك الفتره ايه هذا هذيك الفتره ايه لا الحين لا خلنا نشوف فيديو صباح الورد يا ورد العمر يا نغمه الشراب صباحك فل واحلى فل يهدينك صباحات صباح الورد يا ورد العمر يا نغمة الشراق يدلك انه خلنا الحين بنسولف عن فتية حلو الحين على الهواء احنا حلو هذا انت اللي مصممه ولا واحد مصممه؟ انا بثبت لك انه مالي دخل بالتصاميم هذا احنا ما عندي مشكله باخذها منك انا والله ما ادري اي ادري ادري انا بقول لك الحين أصوري أنا وأغلبها جالس الحالي بعيد يعني في شخص يصور نهاية المقطع مكتوب تصوير ياسر الشمري وشلون جني يعني أنا اللي تاكي في مصور طيب أوكي وش اللي تصوير لو أنا مسوي ما كتب تصوير طيب ياسر الحين لو رجع فيك الوقت كم قبل كلام قبل كم سبع سنوات ده لا أكثر أصوري 2007 8 ثمانية سنوات يعني صدق ثمانية سنوات غيرت فيك شيء كثير 2007 2007 الحين احنا 2012 سنة ايه غيرت فيك اشياء كثير اكيد فرق بين جدة وحايل الرطوبة والحر ولا السالفة ايه اكيد لازم لازم تغير غصبا عليك طيب بعدين الحين انت لما تشوف صورك ذي ما تقول انه سبحان الله وش اللي غير ولا انك مبسوط فيها الحين شوف هي ماضي وراح وموجود يعني ما يمديني اشوف موجود بجوجل واليوتيوب ايه فما اقدر اقول لك لا انها هي فتره وكانت وناستها بوقتها يعني انشلتها من انستغرامك كلها الصور حذفتها لا انستغرامي لما فتحته ما كنت انزل لي صور كثير يعني تلقى صوره لي انا وبينها ست سبع صور من تصويري انا ايه طيب خلينا نشوف صوره حشريك على الصور ضوء ليه قاعدين لك عصب هذه مصورها انت هذه عام كم هذه ما ادري قبل اربع سنين هذه يعني هذا كمصور ياسر كمصور هنا من ايفون ايه لما تقول نصور من ايفون ايه طيب ليه ما اخذت ما دام موديل حذفته عرفت
كمغرد موجودة. موجودة. مصور. موجود للحين مصور بس على حسب المزاج يعني انطقت. يعني ما أخذته كبزنس. لا أبد. ولا يعني فكرت جدياً. ما أنت موظف ومو. إيه؟ إيه يعني عايش زينك متقاعدين. يوم كنت أول وسيم وزين الحين تغيرت. إيه خلاص شكر الله. طيب خلنا نشوف فيديو لقائك قديم. موقف صار لك بالتويتر يعني. والله أنسى أنا مش قلت ما أثبت لكن أكثر شيء إني أنتف لي واحد لفترة قابله بالصدفة ولا أعرفه. وذكرا انت صاكني بلوك انت حشيت فيني انت كلمت قلت في كذا وكذا الى اخر مره طالع للشمال عز اشتاء وبوسط الفياض اللي بالشمال وبوسط بيت شعر مسير على واحد طلعت بطقطق عليه وصاك بالله هذا شكل موديل يعني سوالفه بيت شعر وفياض هذا دليل عوامل تعريه الفكر كله تغير خلاص انت الحين يعني المرحله ذيك انتهت ايه يعني انت وقتها لما كانوا يقولون لك موديل انت حاسس انه بيجي يوم انه بيقولون لك وش موديل ذي؟ كيف ما يعني الحين انت اول كانوا تصويرك تصاميم ما تصاميم وكذا 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 كوجه 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 ولا انت كنت تعرض ملابس وموديل كموديل حقيقي لا يعني لا لا ولا بس لا 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 بدايتها اصلا هي مع واحد من الشباب كلمني قال ياسر فيه شركه ملابس تبي حلو. يعني في مصور وفيها بس ناقص الموديل والملابس موجودة والشركة فناقص الموديل فكرت فيها ها يلا تمام قدم طبعا هذه ما كان يدري فيها أبوي ليه لأن قبلها جاني نفس الطريقة حق الراجحي يبون الراجحي أو إنه موبايلي والله ما أدري الشاهد إن صورتي راح يشوفها كل من بالسعودية سواء يعرفني ما يعرف فبيشوف أبوي بيدري إني وشو مصور كموديل. ايه. قلت هذه ابوك في حايل وهلك في حايل انت راح تدرس في جده. ايه كانوا بالشرقيه وقتها دقيت على ابوي وقلت يبا فيه في شغله ودي استشير قال شو السالفه؟ قلت الوضع كيت كيت انه بيحطون صورتي بالايصالات. ايه. قال لا وش اللي بيحطون اخرتها بزباله صورتي بالإيصالات. لا وقتها دريت ان ابوي معارض الفكره. ايه فاللي عقبه الموديل هذا اللي اعطوني ملابس ما قبلت. لا مو ما قبلت بس ما يدربوا. اي يعني سويتها؟ ايه ايه. طيب واستمريت في الموضوع ذا يعني فتره؟ لا مرتين بس او انهن ثلاث بس. يعني ولا كان ترى هذيك الفتره ما في اعطوني ملابس بس ما في مقابل فلوس. ما في فلوس. اللي صورت فيه خذهم بس. طيب هدفك من المشاركه هنا في المدهال انت مشترك كموديل ولا مشترك كشاعر وش البرنامج ده علي اساس؟ والله ما ادري. قالك تعال جيت. ايه مسير مثل ما يعزمك احد بس ولا ادري وش. طيب الان اختفيت انت نهائيا. الان اختفيت فتره وطلعت ياسر جديد. حلو. بشخصيه جديده. بفكر جديد. وش الشيء اللي نادم عليه انت من اللي راح؟ والله شوف ما ندمت على شيء. ما ندمت على شيء فات يمكن بس تقريبا اصور هو الموضوع يعني محرش مع خلق الله ما انت ندمان عليه بس لا, لا 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 ابدا يستاهل يستاهل طيب خلينا نشوف صوره الخبر هذا يقول نجم السوشيال ميديا السعودي ياسر الشمي سبب غيابك انك مرضت فتره ولا ايه وضحت في تويتر كيف صحتك الحين لا الحمد لله تمام كل شيء تمام يعني اللي كنت حارش ومعني خلاص فتره وعدت الحين فاضي لهم في تويتر انت يعني بتجلد في تويتر فتره الجايه شوف هو على حسب على حسب ولا رمضان ها والله على حسب الشيطان مربط رمضان طيب في فيديو لك انت تقول شغله خلينا نشوف سناب حاليا لان سناب باقي على جوه فسناب هو اللي تويتر هو اللي تغير يعني وجه الجمهور لسناب لا ما وجههم اللي هنا واللي هنا انا ترى ظاهر فيني انفصام شخصيه بالانستغرام شخصيه وسناب شخصيه وتويتر شخصيه كيف عندك انفصام شخصيه تقول عندي بال كنت اقصد انه بكل حساب كنت ماسك جو يعني بس سناب
شخصية وبالإنستغرام مصور على طقطقة وبتويتر أخاف من نفسي. حلو. يعني شفت صورتي دخل أخاف من نفسي يعني من كثرة السطر و بس إن ترى السوشيال ميديا أنا أحس وأنت خبير في ذا الموضوع أنت بحكم أنك أقدم من دخل تويتر ممكن من الأسماء الأولى اللي دخلت تويتر ممكن إيه يعني من أقدم الناس أنت أتوقع لأنك وقت أول ما دخلنا تويتر حنا حسابك دائما راج في المقترح حلو إيه هاشتاج اللي الهاشتاج فوق التوب إيه كان اسمك دائما التوب هو نعم. كنت أنت اللي في كنت بثر لا 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 كنت بثر لا أنا معك مني في تويتر ترى ما تابع أنا شوف إيه. عندي سياسة المشاكل والذي حتى أيام الهاشتاج كنت حق أفف حق يوم الجمعة أها لعبتي حلو. أرشح ثلاثة يرشحوني اثنين وهي شغالة لما بعدين اختفت الجمعة راحت راحت طيب بالنسبة للانفصام هذا لما تقعد خلاص أنت جلست الحين في تويتر شخصية في سناب شخصية تمام. في انستغرام شخصية جلست لحالك أنت وش شخصيتك من دون البرامج لا أنا أقول لك الحين برامج ذي كل واحدة فيها شخصية موجودة. ياسر هنا غير هنا غير هنا غير تمام. هنا أنت في البيت طبعك أي واحد فيهم إيه اللي يقول لك يعني من دون جوال بالبيت إيه حياتي. أنت ياسر اللي مقفل جوالك ورامي تمام هي شخصية رابعة هذه وش هي ما أدري ما أدري شو أقول لك بس أنا عاد يمكن جامعهم كله يعني هادي ولا يعني ما أنا الآن ترى شوف لأني قاعد أتعامل معك عندك أربع شخصيات يعني. حلو على كل تطبيق شخصية إيه. والحين أشوفك أنا في الواقع غير الأربعة حلو تمام ما لها دخل في الأربعة أنت طبعك كذا هادي إيه. طبعي تقريبا يعني هذا مزاجي ما هو هذا إيه. على حسب المزاج على حسب المزاج يا أخي تدري يخوف اللي كذا اسلم انت صنفت 2015 اكثر تاثير في السعوديه في نطاق الشباب ايه وش يعني لك وقت هذا الكلام كان تصنيف خذيته الاول وقتها انبسطت و يعني حسيت انه صنفت يعني لانه بغض النظر عن الجلد إيه؟ وبغض النظر عن المحارش على قولتك بغض النظر عن كل شيء كنت اكتب يعني تغريدات إيه؟ التغريدات هذه تيجي بقالب كوميدي او طقطقه لكنها جديه إيه؟ فالقى لها صدى تنتشر واتساب ما ادري وين اي عاد ما قد جتك مشاكل طب من تغريداتك شكاوي محاكم ما ادري شو لان مره كتبت تغريده وجتني شكوى انت مفروض إيه؟ وانا ماني بذاك اللي مغرد وانت ما شاء الله عليك تغرد واجد يعني غرد اضيعهم ايه اضيعهم عرفت السياسه انت جت واحده خلاص يقفطون اي فانت يعني الحمد لله ما قد جتك شكاوي لا مشاكل ابد يعني ابد لانه قالوا ذيك الايام ان الفتره توقف فينا كان ياسر موقف يعني حسابه موقف إيه. لا ابد 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 طيب الفتره الجايه انت ناوي خلاص تستقر على اي شخصيه فيه على الوضع على نفس الوضع على الاربع شخصيات والخامسه الواقع والخامسه الواقع حلو تخوف طيب لو دقيت عليك العين وش اقول لك انا جوال بكره اكلمك على ياسر اللي معنا في الاستوديو ما تدري عاد وقتها ما تدري اي شخصيه الله يطول عمرك سعدنا فيك وانا اشرف والله وسعدنا بعودتك وانا اسعد والله عرفت وان شاء الله الايام الجايه نشوف شخصيه سادسه لا ان شاء الله وش تبي بتعب ها بتعب خمسه ما تعبت باقي سعد طلع لي الفيلم تخبر سبع شخصيات ايه ايه سبيلت ما ادري بتسوي نفسه لا 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 لان اذا هذا بسوي نفسه اذا زادت يبغى لك تنتين زياده صدق الصيف ذا طويل الا اذا طلعت تطبيقات جديده يمكن طيب ما المسلسلات والاعمال هذه ما يعني تمثل ذا الكاركترات حلوه والله شوف ما اعرف ما اعرف يعني حتى بسناب مزاجي اذا طقت واذا ما طقت ليه ما تكتب هذا كنص وش الخمس شخصيات ذي تكتبها بنص واحد خمس شخصيات اها نص نص ويسوون السيناريو ذا فيلم قصير ولا فيلم طويل لك عايشه انت تقول انا رجل خمس شخصيات اي بس انا عن طريق جوال ترى ولا قصدك يعني باستخدامي للجوال انت تتكلم عن شخصيه واحد وراء الجوال صحيح. اذا دخل سناب شخص اذا دخل انستغرام شخص اذا دخل تويتر شخص هذه والله يمكن اذا حد جازته الفكره ويعرف يكتبها كيفه بس لازم يقعد معك اكيد ياخذ تفاصيل يا الله
حياه الله. بس عجيت اسمي بأي شخصية. هنا مصيبة. سعدنا فيك. وأنا أسعد والله. ونورتنا. والنور. وأنا والله صراحة كنت من فانزاتك. يا حبيبي والله أنا اللي من فانزاتك. وإلى الآن. يا حبيبي. وإن شاء الله الفترة الجاية. نعدم شيء لا تجدنا في تويتر وشيء ترى. لا 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 الحين حبيب عقب ما تعبت. ايه ايه راحت قرصة جت ايه خلاص حسيت انها ايه الناس راح يقول الحمد لله اي والله يا حبيبي منورنا والله والله النور نشوفك ان شاء الله على خير ابد على خير في حلقات جاية ابد على خير ان شاء الله فقلت لي لا تقوم روح وانت خلنا نسولف الرجال